ساخر سبيل للكاتب الفاتح جبرة بالصفحة الأخيرة من صحيفة الجريدة بعنوان ثورة جديدة. يبتدر الفاتح جبرة زاويته بالقول: الوضع الآن في البلد وضع بلا هوية، لا يعرف إلى من يتبع، وغالب الظن لو ما الأكيدة أننا قد صرنا في قبضة العسكر من جديد، فالكل يعلم أن قوى الحرية والتغيير لم تتفق سوى في شعار تسقط بس، لكنها لم تكن تمتلك الإعداد الكافية للمرحلة التي تلي السقوط. يمضي الفاتح بالقول: تاهت الثورة عندما تسلم زمام أمورها من تعرفوا عليها عبر الميديا فقط، وكانوا ضمن صفوف المتفرجين، لذلك لم نحس بانفعالهم بها، ونحن بالطبع لا نقدح في مقدراتهم الفكرية ولا تأهيلهم الأكاديمي، ولكن هل هذا ما نحتاجه لبناء حكومة ثورة من أكبر وأعظم الثورات في العالم الحديث التي اقتلعت أقبح الدكتاتوريات وأسوأ النظم القمعية؟ يواصل الفاتح جبرة بالقول: كان اختيار تلك الحكومة بتلك المعايير الغريبة بمثابة الضربة القاضية للثورة التي أصبحت بعدها تتهاوى وتترنح حتى صارت إلى ما عليه الآن، سارت بتلك الخطى الواهية وبذلك الضعف المهين وسط موجات عاتية وعراقيل واضحة. يستمر جبرة فيقول: الآن للأسف الشديد فإن اللجنة الأمنية هي التي تدير البلاد اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، بل ترسم له علاقاته الخارجية كل ذلك، وحكومتنا المدنية التي سقط مئات الشهداء من أجلها تقف مكتوفة الأيدي، وتشرذمت قوى الحرية والتغيير وتفرغت وأصبحت فعلا غير موجودة على أرض الواقع. يختم جبرة بالقول: الحل هو إسقاط هذه الطغمة بثورة عارمة ثالثة تقتلع أعضاء الوطن وتعيدنا إلى جادة الطريق عبر تكوين حكومة مدنية قوية ومجلس تشريعي ثوري من أجل قيادة البلاد عبر فترة انتقالية قصيرة نحو انتخابات نزيهة، حكومة قوية بيدها معاول لهدم أعدائها وأخرى لبناء وطن شامخ، وطن عاتي، وطن بنحلم به يوماته.